هلو، اسمي أورو كاجيما، واليوم رح نكمل البارت 2 بالالكتروماغنتيزم. بأول بارت حكينا عن الفلوكس والديريفاتيف اوف ذا فلوكس تنطلع على الام اف. اليوم رح نحكي عن الدايركشن اوف ذا كورنت. لازم تعرفوا انه في ثلاث طرق تنلاقي الدايركشن اوف ذا كورنت، يا اما لانز لو، يا اما فاراداي، يا اما لابلاس. رح نحكيهم ثلاثتهم. هو ما صعب الواحد يحدد دايركشن اوف ذا كورنت، بس التلاميذ بيضيعوا وما بيقعدوا يعرفوا اي طريقه لازم يستعملوا. هذا الفيديو ذاته رح ينعمل بالفرنش. إذا أنتم French educated please روحوا على البلاي ليست ونقوا electromagnetism en français، بيبين شكلها للكلمة إنه هي بالفرنسي. دونك أول شغلة نسولي هيدي الصورة اللي محطوطة فوق. رح نبلش باللانزلو. أنا شرحتها بأول فيديو بس حابة أشرحها اليوم مرة تانية. لانزلو مثلا إذا كان عندي مغناطيس اللي هو دايما مقسوم لشقفتين نورث وساوث، أوكي N و S، لازم تعرفوا واجباتكم انه البي بيطلع من الان وبيفوت بالاس. ما بعرف بدكم تلاقوا طريقه الواحد يحفظها. اوكي هيدا البي ان بتطلع من الان وبتفوت بالاس، هيدي اتس كونفنشن. هيك هلا هي طبعا بتلف حوالي الماجنت، بس انه انا ما راح احكي عن فوق وتحت شو بيصير. وفرضا عندي انا كويل اللي هو ماشي شريط كهرباء وبرمينه حوالي رولو، اوكي حوالي رولو، رولو تواليت شو ما بدكم، خلص في المهم شريط كهرباء ملفوف بطريقه سيركلر. هلا انا بعتهم عن بعضهم هيك اتس ان اكزاجريشن، والدوتد لاين بيعني انه هيدا شيء ورا، اوكي يعني لانه هي 3 دي لازم تكون الصوره، بس انا ماني قادره ارسم لكم 3 دي على السكرين. فهي اللي هو سوليد لاين قدام والدوتد لاين لورا، واسيوم انه عندي هون بوينت اسمه A وهون بوينت اسمه B، والهدف اعرف انه الكهرباء الكيرنت رح يروح from A to B ولا from B to A. أول احتمال إنه إذا المغناطيس ما تحرك من محله ما في كهرباء، أكيد بده يكون كلوز سيركت هيدا من تاني مال، بس أنا عم بفترض إنه أنا عم باخذ جزء من السيركت. برجع بعيد، إذا الماجنت ما غير محله يعني البي لا كبرت ولا صغرت، الفلوكس ما رح يتغير، وبالتالي إذا ما في تشينج أوف ذا فلوكس ما في كهرباء. بينما إذا إجا ولد صغير ودفشه towards الكويل يعني الفيلوسيتي أو إذا بدكم الموشن was towards يعني البي بده يكبر، رح نسميه بي برايم. إذا البي كبر بتعرفوا بالطبيعة ما بنحب التغيير كتير، بنحب الأشياء ترجع على القديم. يعني يا ريت بيرجع مثل البي، بيقوم هي الكهرباء بتخلق بي انديوس بطريقة إنها تصغر البي برايم تترجع على البي القديمة. هلا بدي استعمل رايت هاند رول اللي هي الكيرفت او كيرفت فينجرز. في اثنين رايت هاند رول بالفيزيكس، في وحده ثلاث صبيع 3 فينجرز، وفي وحده اللي هي تبع الكيرفت فينجرز، يعني بتسحبوا اصبعكم اللي هو ثم اورايت وبتلفوا صبيعكم يبرموا حوالي الثم. هلا عندكم احتمالين، البي انديوست رايحه الشمال، يا اما بدها تروح شمال يا اما يمين، سو يا اما الثمب رح يكون شمال يا اما يمين. Let's do it to the left لانه البي انديوست هي to the left. ما تنسوا الرايت هاند رول هي مانا لا على اساس للبي ولا البي برايم، هي على اساس البي انديوست. سو البي انديوست رايحه left، سو بحط اصبعي الكبير الثمب اوكي وبقيه الصبيع بلفهم، حتشوفوا اني ما عم شوف ضفيره. شو معناتها؟ يعني الكهرباء عم بتلف مني يعني منكم انتم، اوكي بس اقول انا يعني انتم من حالي باتجاه السكرين. سو حطوا ايدكم تو ذا ليفت، اوكي مثل كانه عم توقفوا اوتوستوب، اوكي حطوا الثمب تو ذا ليفت، حتشوفوا انه الكهرباء عم بتلف من عندكم لورا من فوق، يعني رح تصير هيك. اذا هيدا السوليد لاين هو قدام عم بتلف لفوق الكهرباء، هيدا الاي وخلصت، لقيتوا الدايركشن اوف اي. هلا الحقوها حتكون رايحه فروم بي تو اي، اوكي الحقوها فروم بي تو اي. هلا هون بده يجي حدا يسالني شو الفرق بين اليو اي بي والاي ام اف. اوكي اكشلي بالعاده اليو هي ذاتها انفولز، اوكي هي ذاتها الاي ام اف، لانه الاي ام اف كمان هي انفولز، بس الفرق انه مثل كانه حدا عم بيصرف على حاله. اذا في انترنال ريزيستنس بدكم تقولوا لي ماينس ار اي. شو هي الماينس ار اي؟ مثل واحد بيطلع 1000 دولار بده يصرف على حاله، في ماينس نكزه ضغطوره اسمها ار اي، لانه انا اذا بدق فيه لهيدا الكويل بيحمى، يعني في جولز ايفكت، يعني في ثيرمال انرجي، هيدي جايه من ريزيستنس انترنال ريزيستنس. اوكي لو ما في هيدا الانترنال ريزيستنس كنتوا بكل بساطه قلتوا لي انه اليو هي قد الاي ام اف. يعني اكزامبل كنت عم بقول لكم قبل، بتشبه مثل هيدا الزلمه اللي بيطلع على 1000 دولار بالشهر وبيصرف على حاله 100 دولار، اوكي
سو بتقولوا لي ألف ماينس 100 تتروح لبرا للسيركت لليو اي بي هي 900. هلا بتقولوا لي يو اي بي ولا يو بي اي؟ اوكي، بما انه في ماينس يعني احنا ماشيين عكس الكورنت، يعني هي يو اي بي. خلص رح نعيد ذات الاكسبيرمنت، بس هالمره بدل ما ندفش الماجنت towards الكويل رح ندفشه away from the coil. So رح نعمل هيك SN. اوكي، البي للحفظ دائما بتطلع من الان بتفوت بالاس، انا ما خصني هيدا قبل ما يكون في كويل، قبل ما يكون في اي شيء تاني. حايل لماجنت في حواليه ماجنتيك فيلد اسمه بي، بيطلع من الان وبيفوت بالاس. هلا هيدا البي بما اني انا عم بعد الماجنت عن الكويل، سوري انا هيك مدري اللي طلع معي ما بيشبه الفئانه، بس انه it is the same. الشيء الوحيد الفرق عن فوق انه بدل ما اقرب الماجنت بعدته، ليكو الديسبيسمنت الفيلوسيتي كيف هي؟ It's going left. اوكي؟ going left. So شو عم بيصير هون؟ البي برايكم عم بيكبر ولا عم بيصغر؟ البي بيصغر. الماجنتيك فيلد اللي عم بيأثر على الكويل صغر. البي برايم صار فيكتور زغطور. That's why البي انديوست رح يساعده للبي برايم، هيدا اسمه بي انديوست، رح يساعده للبي برايم تيرجع مثل البي القديمه. ليه؟ لانه الطبيعه ما بتحب التغيير. الطبيعه شيء كثير كسلان، باي نيتشر ما بنحب التغيير، بنحب نرجع على القديم. اوكي، سو البي انديوست بده يساعده للبي برايم تيرجعوا على البي القديمه. بيرفكت. يلا هلا رايت هاند رول، بس حسب البي انديوست، لا بي ولا بي برايم. حطوا الفينجر الثامب رايح تو ذا رايت، هيدا البي انديوست. اوكي، ايدكم بدها تكون متكأنوا عم توقفوا اوتو ستوب وعم تدلوا على ايد اليمين. اوكي، شوفوا صابعكم كيف عم بلفوا، رح تشوفوا ضفيركم، رح تكونوا لافين صابعكم تجاهكم. اوكي، مثل كانه جايين لعندكم. That's why ضفير هن ال current direction of the current. So ال eye رح تكون جايه صوبكم. ما تنسوا تما نختلف، ال solid line هو قدام وال dotted line هي ورا. Again إذا عندي A and B رح يكون هالمرة ال current رايح from A to B. يعني UAB equals plus RI. بس أنا إذا كانت plus RI مجبورة أحط minus EMI. So minus EMI plus RI. ما تنسوا EMF هي minus dphi over dt. فإذا بتطلعوا فوق وتحت شو الفرق؟ فوق كان عندي EMF minus RI، تحت صار عندي RI minus EMF. ما معقول اثنين minus أو اثنين plus، واحدة plus واحدة minus. هلا الـ EMF هي minus LDI over dt. أوكي، بتقولوا لي هودي اثنين ماينس، بقول لكم ايه ماينس، يعني يا اثنين ماينس ال دي اي اوفر دي تي ماينس ار اي، او ما تنسوا الاي ام اف هي ماينس ال دي اي اوفر دي تي، وفي ماينس قدامها يعني كلها على بعضها شو بتصير؟ بلس ال دي اي اوفر دي تي بلس ار اي. اوكي، هيدا بكون عم نحكي اوتو اندكشن ذات الضربه. طيب رح امحي لانز لو وبنبلش هلا بلا بلس. لابلاس بيشتغل على السيرفيس اريا، يعني بيكون عندي مثلا ريكتانجولر اذا بدكم ريل، وحاطين هون راد اسمها ام ان، وهي الراد فيها تتحرك يمين وشمال، وحاطين هون فولت ميتر تنشوف اذا بقلب الريل رح يصير في كهرباء ولا لا. طبعا اذا ما في ماجنتيك فيلد، ما لو قد ما تحركوها للام ان ما رح يصير عندي كهرباء. بس اذا عندي ماجنتيك فيلد بقلب كل هيدي الاريا، ليتس سي انه هي بي magnetic field وهي X. شو هي ال X؟ يا جماعة نحن عم نشتغل 3D، شو معناتها؟ يعني زيادة عن ال 2 dimensions X and Y في dimension اسمها Z، اللي هي out of the page into the page. بتعرفوا انتو في left to right، up to down، up to down. اوكي؟ وفي كمان into the page out of the page. يا أما كل واحد يحكي عن حاله، اوكي؟ انتو إذا عم بتقوصوا السكرين، اوكي؟ سو الضرب عم بيروح منكم into the page، بيسموه into the page، بتحطوا X into the page، لأنه ما في ارسم لكم vector perpendicular to the screen. أو إذا السكرين عم بتقوصكم، أوكي جاي الضرب صوبكم أنتوا عم بتشوفوه جاي، بسموه out of the page، كأنه شيء طالع من الصفحة وجاي علي. Out of the page، نقطة. ما فيني إلا ما أحفظهم، هو لي إشي حفظ. كيف اللفت والرايت حافظينهم؟ هو ده الاكس والنقطه بدكم تحفظون. يعني مثلا اذا حطيت لكم البي اكس على الصوره، معناتها لازم تعرفوا انه انتم عم بتقوصوا،
السكرين، اوكي؟ سو البي جاي من عندكم انتو ذا بيج. وهون عندي احتمالين، يا بيحطوا لي البوزيتيف اي اسيومد هيك، هيدا البوزيتيف دايركشن، او بيحطوه بالعكس نزول. زيت البروبلم فيهم يحطوا لي البوزيتيف دايركشن اسيوم، زيت البروبلم، زيت الماجنتيك فيلد، زيت كل شيء. اوكي، انا ما في حل كل الاكزامبلز، بس ما عم جرب قد ما في اعطيكم جنرال ايديا. سو عنده احتمالين الاستاذ، يا بيعطيني البوزيتيف دايركشن طلوع يا نزول. شو معناتها؟ يعني هيدا الكورنت عم بيلف هيك from M to N، اوكي؟ بينما هيدا التحتاني عم بيلف from N to M. هلا عندي بالاخر بليكو شو بدي اعمل؟ بدي اعمل calculation. calculation هن الستابس، هن اول شيء بجيب الفاي، بعدين بجيب الديريفاتيف تبعه وبقول له الاي ام اف هي ماينس ديريفاتيف تبع الفلكس. في ثلاثة ستابس، فلكس، ديريفاتيف اوف ذا فلكس، وماينس ديريفاتيف اوف ذا فلكس. اخر شيء رح يطلع لي احتمالين بالكالكوليشن، يا الاي ام اف بوزيتيف يا الاي ام اف نيجاتيف. اذا طلعت الاي ام اف بوزيتيف بقول له الاي ريل، الريل الحقيقيه يعني، هي سيم دايركشن از الاي اسيومد يلي هي البوزيتيف اللي هون. اي اسيومد، اسيومد المفترضه يعني. بينما اذا طلعت الاي ام اف نيجاتيف بقول له لكن الاي ريل عكس، اوبوزيت تو از اوبوزيت او اوبوزيت دايركشن تو اوبوزيت تو اي اسيومد. هيدا اللي بده يشتغل فاراداي مجبور يحفظ هيدي الخبريه. بده يقول اذا انا ماشي وعملت كالكوليشن اخر شيء طلع الاي ام اف بوزيتيف مثلا بلس 3 فولت، بقول له لكن الاي ريل هي مثل الاي اسيومد. واذا طلعت معي الاي ريل، سوري، الاي ام اف نيجاتيف، بقول له لكن الاي ريل هي اوبوزيت تو اي اسيومد. هات لنعمل كالكوليشن. بدي اياكم تعرفوا الفلوكس، الفورمولا هي بي اس كوساين انجل. هاي الانجل هات لنسميه ثلاثة. طيب مين هو هذا الانجل؟ بين مين ومين؟ بين البي والان، بين البي والاس. الاس هو ذاته الان، الان هو يونت فاكتور للاس، بس هن بارالل لبعضهم سيم دايركشن للاس يعني. اوكي، الان هو يونت فاكتور يعني، يعني هو ذات الدايركشن اوف اس. اوكي، سو ما اختلفنا اذا التلميذ كتب ان اور اس، اثنيناتهم صح. سو الفاكتور ان كيف هو؟ بدكم تشتغلوا رايت هاند رول، مش تبع الثري فينجرز، هيدي تبعيه الاصبع والبقيه الفينجرز ار كيرل. الان اذا كان نقطه مثلا، اوكي، هيدا الان نقطه، اوكي، حطوا الثام باتجاهكم، اوكي، شيلوا ايدكم اليمين وحطوا الثام باتجاهكم، حتشوفوا انه البرمه صبيعكم عم بيبرموا بهالاتجاه حوالي، هيدا هو الكورنت اي. بينما اذا كانت الان اكس، يعني اصبعكم فايت بالسكرين، حتلاقوا انه الكورنت عم بيبرم بهالطريقه. طيب انا هون عم بيبرم هيك، هيدا بتشبه الاكس، يعني هون الان هي اكس، يعني الاسيومد كورنت عم بيمرق فروم ان تو ان، كورنت عم بيبرم هيك، بس هيدا الاسيوم. انا بدي الريل، هات لنشوف الريل شو عم بيصير. قديش الانجل يا شباب بين الاكس والاكس؟ بس يكونوا تو فاكتورز اثنيناتهم عندهم ذات الدايركشن، بيكون الانجل بيناتهم زيرو. تقولوا لي كوساين زيرو هي 1، فصارت الفلكس بي اس يعني، وفرضا انا السيرفيس اريا عم بكبرها، اوكي، اذا الاس عم تكبر خلص، المهم انه الفلكس از بوزيتيف. بما انه الاس عم تكبر يعني الديريفاتيف از بوزيتيف. بتعرفوا انتم اذا الفانكشن عم تكبر معناتها الديريفاتيف تبعها از بوزيتيف. وما تنسوا الاي ام اف في هيدا النيجاتيف ساين اللي قدامها، نيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف، يعني نحن بتاني كيس، يعني الاي ريل بهيدا البروبلم از اوبوزيت تو الاي اسيومد. الاي اسيومد كانت عم تمرق فروم ان تو ان، يعني الاي ريل عم تمشي عكسها، الاي ريل عكس الاي اسيومد السوداء اللي كانت جاي عن يد البوزيتيف. تذكروا البوزيتيف كان ماشي هيك يعني فروم ان تو ان، هيدا الاي اسيومد. بما انه نحن عملنا كالكوليشن للاي ام اف قدرنا نعرف انه اذا عم كبر السيرفيس اريا الديريفاتيف از بوزيتيف والانجل هو زيرو يعني الكوساين از 1. المهم تعملوا كل هودي الستبس، الانجل والديريفاتيف، تبعدين تحطوا الماينس تبع الاي ام اف تتعرفوا الدايركشن، اذا تتعرفوا الساين اوف اي ام اف ويو انالايز حسب هيدا التيبل اللي هون.
اذا الاي ام اف بوزيتيف اور نيجاتيف. مش هيدا ذات البروبلم اللي في انا، يعني انا هودي التو فيجرز هن سيم بروبلم، البي هو اكس والسيرفيس اريا عم تكبر، يعني انا في حدا اجى ولد وعم يشمط الام ان تو ذا رايت، سو ديسبيسمنت از تو ذا رايت، يعني الاس عم تكبر بالبروبلم الاول والثاني. الفرق الوحيد انه هيدا الاستاذ عطى تلاميذه انه البوزيتيف اي اسيوم دايركشن هي اب، وهيدا الاستاذ عطى تلاميذه انه البوزيتيف دايركشن هي داون. الايرين المفروض يطلع هو زيته لاثنين. هات لنشوف اذا اشتغلنا انه البوزيتيف دايركشن هي حسب هيدي، يعني الكورنت اي اسيومد از جوينج لايك ذس فروم ان تو ان، هيدا الاي اسيوم راح احط اي اسيوم عم بلف بهالطريقه. اوكي ما تنسوا اصبعي لازم احطه بقلب الريكتانجل بقلب السيرفيس اريا. anyway اوكي حطينا انه الاي اسيومد عم بلف هيك. هات لنشوف الان فيكتور كيف راح يكون. الان فيكتور بهالحاله راح يكون نقطه، هو مثل اول كيس. سو بحط الان فيكتور نقطه. يلا هات لنعيد الستاب. اول شيء بدي احط الفلكس، بقول له هي بي اس. بتقولي ليه ما حطيتي ان بي اس؟ لانه راح اعتبر انه نمبر اوف لوبس هن وحده، ما عم بلف كذا شريط حديد، يعني في شريط حديد واحد. سو دغري راح احط بي اس كوساين الانجل بين مين ومين؟ بين البي والاس، يعني بين البي والان. نحن قلنا الاس والان هن ذات الشيء. طيب واحد اكس وواحد نقطه، يعني في واحد رايح بهالاتجاه وواحد رايح بهذاك الاتجاه، الانجل بيناتهم هو 180. سو كوساين 180. كل العالم بتعرف، اللي ما بيعرف يحط على الكالكوليتر كوساين 180 هي ماينس 1. المهم هالفلكس شو بو؟ نيجاتيف، والاس عم تكبر. يعني الديريفاتيف يا شباب رح تكون ماينس بي اس برايم. بس الاس برايم رح تكون بوزيتيف بما انه الاس عم تكبر. يعني الفلكس از نيجاتيف. بس الاي ام اف هو ديريفاتيف ولا اوبوزيت تو ذا ديريفاتيف؟ عكس الديريفاتيف. هي عكس الـ dφ over dt، عكس الـ φ prime. اكتبها الـ derivative في اكتبها dφ over dt وفي اكتبها φ prime، ما فرق. يعني minus φ prime. وهلا قلنا انه الـ φ prime negative، يعني عكس الـ negative is positive. إذا positive، يعني إذا بطلع على الـ table هيدا، الـ EMF وقتها بتكون positive، يعني I real هي مثل الـ I assumed. إذا الـ I assumed طلوع، يعني الـ I real كمان طلوع. لاحظوا انه الـ I real طلوع من الـ N to M، وهون كمان الـ I real عم تروح from N to M. مشان هيك الـ N vector هيدا الزغطور حسب الـ arrow اللي عطيني إياه الأستاذ، بدي ألحق الـ given تبعيته. إذا ما حدد لي أنا بدي حدد. أوكي جايز هون ثلاث طرق، فاراداي ولانز ولابلاس. إذا عندكم أسئلة اكتبوا لي إياهم بالكومنت، إن شاء الله يكون هيدي الطرق ساعدتكم. وهي أهين وحدة لانز، بس إذا السيرفس أريا تغيرت فكروا يا اما بفاراداي يا اما بالثاني اللي هو لابلاس. Good luck. Bye bye.